بس يا ست فطوم. يا بدري يا بدري روقي شوي يا ست فطوم. يا بدري يا بدري شو عم تعمل هون انت؟ اطلع لبرا. حاضر. قطعت لي قلبي. انا ما بقدر بسمع مرة عم قدامي. هاتف قلبي. ايه احكي لأشوف. غدر فيي وحطم لي قلبي. لا تسكريني. أنا تقولي كمان زاهية من 30 سنة كمان غدرت فيي وتنكرت لحبي وأنا حبيته بإخلاص طلع خاين وخباص وأنا كمان حبيتها بكل الاخلاص اللي بالدنيا طلعت حرامية تركني وهرب. انا ما تركتها تهرب حتى رأسا حطيتها بالحبس وحبست معها قلبي اللي حبها. طيب وليش ما بتحبس لي حسني مثل ما حبست زاهية؟ عطيني عليه تهمة طال القانون لا احبس لك اياه وشبع وحبس. حرامي 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 سرقني. سرقك؟ خلاص لكان حطي ايديك ورجليك بمي بارده واعتبري حسني البورزان اعتبارا من هلا وقع بقبضه ابو كلبشه. الو نعم اهلين وسهلين. نعم ايوه وقيه ونص مشان كوسا. حاضر. 200 راس العصفور. ايه تكرموا. هلا بعتوا مع الصبي. مع السلامه. اهلين بالقبضاي غوار. اهلين وسهلين. استغفر الله استغفر الله الله يرضى عليك يا ابني. عمي ابو رياح انا جاي لعندك قصدك بغرض. اهلين وسهلين مور غواه. وان شاء الله ما يمر عليك ظالم وان شاء الله بكون عند حسن ظنك. يا اهلا وسهلا بس امور. واللي وبيقول المثل اللي بتعرفه احسن اللي بتعرف عليه. عمي ابو رياح طبعا بس لحد هلا انا ما فهمت عليك شيء وارجو من الله انك يعني ما تردني خايب. شو لازم اشيل ايد لحمي بالدين؟ قربت. 200 يعني؟ بحبحهم شوي. كيلو؟ يعني ليكون بدك خروف بحاله. لا بدي معلمتي فطوم. شلون يعني؟ يعني اوعى وشك. حط من ايدها. يعني بالنسبة للبيت تتأمن البيت. أخذت أوضة بالأوتيل وبالنسبة للأساس تبع الأوضة رح دبر حالي من الزوايا تبع الأوتيل وبالنسبة للأكل أنت بديهن لحمي. هلا أنا شو بدك مني؟ بدي العفش تبع الأوضة. أنا أوضة؟ تبعي اللي بالأوتيل. أنا شو دخلني؟ العفش عندك. عندي أنا؟ إيه نعم أنا عمي أبو رياح جاي أطلب إيد معلمتي فطوم من حضرتك. إيد مين؟ معلمتي فطوم. يعني بدك تتجوزها؟ إذا ما في عندك مانع احل عنا فرقنا. يلا. ليش عمي أبو رياح؟ شو يعني ما صفي رجال بالبلد؟ صفي ما هي أنا موجود. لو بتضل طول عمرها عزبة ما بجوزها لواحد مثل حكايتها فهمت؟ يلا فرقنا حل عنا من السبب. ومن هون لهون لك حل عنا بقى عم اقول لك فرقنا روح. واخر كلمة انت بتفهم عربي ولا ما بتفهم؟ احيانا. احلم وشنا ليه؟ يعني ناكلة؟ لك فرقة عم اقول لك شنا الصرعة هاي؟ إذا أردنا أن نعرف ماذا في إيطاليا
خير ان شاء الله. شو بقول اخ؟ عامل عملية الزايدة زيك مثلي انا وعملت له اياها برضاته ولا مثلي انا يا غافل الك الله؟ طبعا برضا. يخرجوا لكان الله لئيمه. الوش مو غريب عني، هذا صاحبنا ابو قاسم بيار خيار. مرحبا ابو قاسم. لسه ما صحي من البنج. ليه في معرفه بينك وبينه؟ ايه معرفه قويه كتير. صاحبي بزماني ضربه بجدن الكبه، ومره تانية رميت حالي عليه من الطابق الثاني من غير باراشوت. اذا اردنا ان نعرف ما كنت زعلتي. بعرف، لا تزيد على قلبي. بتعرفي قصة حسني أفندي عن مزبوط؟ بعرف كل شيء ابني من هالسيرة. معلمتي أنا لازم أحكي لك الحقيقة. قلت لك فهمت كل شيء، خلصنا بقى. معلمتي حسني أفندي مو مثل ما سمعتي بشريط التسجيل. قلت لك خراس، ولا بقى تفتح لي هالموضوع مرة تانية أبدا. عم تهزلي بدني. كمل الحساب لشوف. حاضر. أنا ليش حامل هالسلم بالعرض؟ مرحبا. أهلين. ممكن تندهلي العونطجي؟ حاضر. عونطجي العونطجي العونطجي مو نازل عنا ولا يا أخي؟ هذا شغيل عندكم اسمه غوار الطوشي بالتسترو ستر ضراب السخن. كلام الشخصيات ولا؟ شو بدها؟ شو بدي؟ بدي 300 ليرة يا غشاش يا محتال. خد هيدي جاكيتك. خد. ليش غشاش محتال؟ أنا بعتك الجاكيت بالزر ولا أعطيتك إياه بعشري؟ وينك؟ إذا ما بتعطيني مصرياتي هلا رح أشتكي عليك. لا أروح أشتكي، وإذا ما بتعرف طريق المغفر أنا بدلك أخي. وإذا ما رحت معك يعني أنا غصب عنك بدك تروح. يا سيد يا سيد. نعم. إذا كان إجا أبو عنتر أنا عاوزه خلي يستناني. قل له غوار هلأ بيرجع مسك واحد حرامي من رقبته وأخده عن المغفر. فما حاضر. إيه مشي مشي تعال. هيدا إذا خلوه يرجع من المغفر. لا تصدق يا سيد راجع امشي ثاني. إذا أردنا أن نعرف أصابي يعني ببرون خيار. ماذا في إيطاليا؟ إصباح ببركين خيار. يجب أن نعرف طفي الشوبة بطمار الخيار. ماذا في البرازيل؟ أنا ما في مليون خيار. لك أخي أبو كاسم خلصنا بقى، أصحى من هالبنج. برمبون خيار. ما في خواص، الله هيك كاتب علي، ما في إلي خيار.